مرحبا، معكم هيا أخصائية التغذية. المحليات الصناعية آمنة ولا خطيرة؟ المحليات الصناعية هي عبارة عن مواد كيميائية منخفضة أو خالية من السعرات الحرارية، بتستخدم بدل السكر لتحلية الأطعمة والمشروبات، وبتتواجد هاي المحليات في آلاف المنتجات من المشروبات والحلويات والوجبات الجاهزة مثل الكعك والعلكة ومعجون الأسنان. في بعض المحليات الصناعية معتمدة في الولايات المتحدة مثل الأسوسولفام كي، الأسبرتام، السكرين، السوربيتول، الساكرالوز، والستيفيا والإكزيلاتول. حسب الدراسات الأخيرة، اكتشف كل من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة وفي المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة أن المحليات الصناعية ما بتسبب سرطان مثل ما كنا نتوقع، وإنها كمان آمنة للبشر. وطبعاً كل هاي المحليات بتخضع في الاتحاد الأوروبي لتقييم سلامة شديد من قبل هيئة سلامة الأغذية الـ EFSA، وكمان قبل ما يتم الموافقة على استخدامها في الطعام والشراب بتم فحصها. ضروري نعرف إنه في حد أقصى لتناول هاي المحليات عشان تكون آمنة للاستهلاك على مدى الحياة. وافقت الهيئة العامة لسلامة الأغذية على إنه بعض هاي المحليات مثل الإكزيلاتول بتساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم، فهي بتعتبر بديل مفيد للأشخاص المصابين بمرض السكري واللي بيحتاجوا لمراقبة مستويات الدم عندهم. إذن بتقدروا تتناولوا المحليات الصناعية بدل السكر، ولكن ضمن الحد المسموح لكم خلال اليوم. دمتم بصحة وعافية.